صدرت النشرة الحمراء بحق رياض سليمي وأصبح ملاحقاً دولياً وربما قريباً محكوماً أوروبياً. ما جديد هذا الملف وأين سيحاكم سليمي؟ من سيأخذ بطريقه من المسؤولين إلى التحقيق بعد غمزه إلى هذا الموضوع في مقابلته الأخيرة؟ لبنان الذي تربطه اتفاقيات قضائية مع فرنسا إضافة إلى أنه عضو في الأنتربول هو ملزم اليوم بتنفيذ مذكرة الاعتقال والقبض على سليمي أينما وجد على الأراضي اللبنانية. لنبدأ أولاً، ما هو التوصيف القانوني لوضع رياض سليمي حالياً؟ رياض سليمي حالياً هو فار من وجه العدالة الدولية، حيثما وجد يجب أن يتم توقيفه لرياض سليمي. هيدا التفسير لمذكرة التوقيف الدولية اللي صادرة من فرنسا وصلت إلى لبنان، ولبنان سينفذ مذكرة التوقيف الدولية على القليلة على الحدود تبعيته. رياض سليمي صار موجود في لبنان، لا يستطيع الخروج من لبنان بقى أبداً. حاكم مصر في لبنان مواطن لبناني الأصل وإن كان يحمل الجنسية الفرنسية، أين يحاكم سليمي؟ رأيان قانونيان متناقضان في هذا الإطار، فوفق مصادر قضائية للبنان وحده الحق بمحاكمة سليمي في حال اعتقاله ويمكنه عدم تسليمه إلى السلطات الفرنسية. أما الرأي الآخر فيقول أن سليمي الذي يحمل الجنسية الفرنسية ارتكب الجرم على الأراضي الفرنسية، لذلك فإن محاكمته تتم على الأراضي المتضررة من ارتكاب الجرم أي على الأراضي الفرنسية. المحاكمة تجوز في أي بلد أوروبي من البلدان يلي اليوم عم بيلاحقوا، يعني فرنسا، ألمانيا، لوكسمبور، لينشتنشتاين، موناكو، بلجيكا وسويسرا، كلهم بيقدروا يحاكموا. بلس طبعاً فينا نحاكمه بلبنان لأنه الأموال مختلسة من مصرف لبنان ومن أموال المودعين والأموال العامة. أي دولة حتقصر بالمحاكمة الثانية حتكون أسرع منا. لبنان الذي تهرب سابقاً عبر قضائه من تبليغ سليمي الدعوة لاستجوابه، هل سيتهرب اليوم من تنفيذ المذكرة؟ أنا بعتقد على مستوى النيابة العامة التمييزية سيكون هناك تعاون قضائي، ما لح يقدروا يهربوا من هذا الموضوع. والقاضي غسان عويدات بيعرف كتير منيح أهمية وضخامة ملف التحقيقات، وهون وزير الداخلية بعطيه نصيحة، وزير الداخلية بسام مولوي اللي هو قاضي وبعده بسلك القضاء، عليه أنه ينتبه. هو كان عم بيتمسخر على مذكرات التوقيف اللي كانت عم تصدر عن القاضي غدعون وغيره بالفترة الماضية، اليوم وصل على مكتبه مذكرة توقيف دولية هو مسؤول عنها وعن تطبيقها، خاصة أنه القوى الأمنية كذلك ومنهم يلي موجودين بحماية فريق حماية رياض سلامة هن تابعين لوزير الداخلية. شخصيات رفيعة المستوى في السياسة والاقتصاد والإعلام بدأت تستشعر أن الموس اقترب من رقبتها وهيكل المحاسبة سيسقط على رأسها، خصوصاً بعدما أكد سليمي أنه في حال سقط لن يسقط وحيداً وسيأخذ معه جميع المتورطين إلى التحقيق. إذن Who's next؟ Who's next؟ ربا مدراء في مصرف لبنان كتار مع رياض، بلاس سياسيين لبنانيين من الصف الأول، واحد منهم هو عائلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يلي موجودة رسمياً بمساعدة قضائية وصلت إلى لبنان من إمارة لينشتنشتاين. وبالمعلومة أنا ما بحكي حكي برات المعلومات، هيدي دقيقة والمراسلة موجودة لدى القضاء اللبناني، تحويل 14 مليون دولار بين شركة M1 جروب وشركات رياض سليمي SI2SA وشركة كروسلاند. وزير المالية يوسف خليل الذي هو تم تعيينه يمكن من الرئيس بري ولا يمثله، وزير المالية يوسف خليل خضع لجلسة استماع كشاهد بوصفه مدير عمليات السابق في مصرف لبنان، وهون كمان عنده مسؤولية بترتب عليه لأنه هو كان مسؤول عن مراقبة شهادات الإيداع، اليورو بوندز، سندات الخزينة يلي كلهم تم فيهم الاختلاس، بلس هو مديريته كانت مسؤولة عن وضع الأموال في حساب الكوميسيون، هذا الحساب السري يلي هربوا منه واختلسوا منه المصاري لبرا مثل ما صار مع المصري في مروان خير الدين. هناك إجراءات لربما ستتوجه إلى مصرفيين آخرين، وهون عم نحكي عن تحقيقات طويلة المدى، عم نحكي عن أشهر من التحقيقات لأنه عمليات تبييض الأموال حصلت في مصاري.
بعد أشهر طويلة على ملاحقات داخلية وخارجية انتهت بإصدار النشرة الحمراء بحقه، كيف سينتقم سلامة ومن سيدفع الثمن؟ أكيد رياض سلامة مصلحته هلأ يستعمل كل الأساليب ضد الشعب اللبناني ويخدهم رهاين، ومنها تفجير الدولار ويرفع له سعره. هو قادر يعملها بلحظة هيدي، لأنه هو ماسك الدولار من سنة 93 وإدارة العملة بالبلد. هون في مسؤولية، لأنه هو ممكن يعملها، ولكن وزير المالية ورئيس حكومة هن لازم هذا الموضوع يتحملوا مسؤوليته. والآن السؤال لكم أيها المشاهدون، هل سيتعاون القضاء اللبناني بإيجابية مع المذكرة والقضاء الفرنسي؟ وهل تنتظرنا حرب كبيرة على المصارف واشتعال النيران في الاقتصاد الملتهب أصلاً؟ شاركونا تعليقاتكم.